ولان دايما الشباب عندنا شباب زي الورد، طول الوقت بيعملوا يعني طاقه كده، وطول الوقت بيعملوا مشاريع ناجحه جدا. فهيكون معانا دلوقتي تقرير مهم جدا هيتكلم عن مشروع للصوب الزراعيه نجح فيه مجموعه من الشباب من قريه الجيزه بمحافظه الوادي الجديد، واللي هتكون بالتعاون مع جمعيه تنميه المجتمع في اقامه مشروع صوب. وبدا المشروع الحقيقه من عام ونص، وبيضم الان ثلاث صوب وحقل مكشوف مزروع بالمحاصيل المختلفه. هنلاقي فيه فلفل وخيار وباذنجان، طبعا من اهم الحاجات اللي بتميزه انه بيروى بالري الحديث، واحده من الاساليب المهمه جدا واللي بتنتهجها الدوله بشكل كبير حاليا وقطاع الزراعه بشكل اخص. الري الحديث بالتنقيط، وبيمثل طبعا هذا المشروع نموذج مشرف يحتذى به للتكافل الاجتماعي بين اهالي القرى. تعالوا نشوف التقرير عن هذا المشروع ونرجع مره ثانيه. فكره بسيطه بدأت بصوبة واحدة توسعت لتضم ثلاث صوب على مساحة فدان وربع، كانت نموذجاً للعمل والعطاء قامت به جمعية تنمية المجتمع بعزب القصر بقرية الجيزة التابعة لمركز الدخلة بمحافظة الوادي الجديد، من خلال إنشاء نموذج للصوب الزراعية للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحقيق تنمية مستدامة وخلق التكافل الاجتماعي بين أبناء القرية. المشروع بدأ بسيط خالص، كان في صوبة تمام، بدأنا نجمع إحنا كجمعية، بعدين بدأ المشروع يتوسع سنة سنة من خلال إيراد المشروع زائد دعم الناس. من غير الشباب ما كناش عملنا حاجة، بدأوا يدعمونا بالمعدات بتاعتهم، اشتغلوا معنا باللوادر والقلابات والحاجة بتاعتهم بدون أي مقابل. حتى وقت ما كنا بنعمل الصوب بنزرع الشبكة بتيجي تقف معنا، ما فيش أي مشكلة خالص، وما كانوش بيستنوا منها حاجة، لأن الموضوع كان طالع يعني كلهم احنا حاطين الموضوع ان هو يطلع كمساعدات للأسرة الأولى بالرعاية والأيتام. يزرع داخل تلك الصوب عدد من محاصيل الخضر، ومنها الخيار والفلفل والبدنجان والكنتالوب، لكنها تروى جميعا بأنظمة الري الحديث التنقيط، والذي ساعد على زيادة الإنتاجية وتوفير نفقات الإنتاج. الصوب جوا احنا بنقسمهم خيار، بس يعني دي تخلص تشتغل التانية يلحقوا بعض، بحيث ان احنا طول السنة يبقى عندنا محصول خيار جوا الصوب. وعندنا صوبة الأولانية اللي هناك زرعينها فلفل برضو شغالة معنا، ممكن تقعد معنا الصوبة الواحدة تقعد معنا 10 شهور تخش على السنة. الحمد لله وموفر جدا معنا، يعني يوميا احنا لازم بنسقي يوميا، في اليوم بصرف 3 جنيه 4 جنيه كهرباء، مش حاجة يعني. هذا برضو بيوفر معنا في الوقت وفي المجهود، احنا كله ما في من غير ما تعمل أي حاجة، يعني مجرد انك انت تشغل المية بس. ونظرا للتسهيلات الكبيرة التي اعتمدتها وزارة الزراعة في إنشاء وتراخيص الصوب وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وهو ما شجع شباب القرية وكثير من القرى المجاورة في إنشاء هذا المشروع. يتوجه لنا كإدارة زراعية أو كمديرية زراعة، إحنا بنقول له إيه الأوراق المطلوبة لترخيص مجموعة الصوب دي، وهي مجموعة الأوراق دي بسيطة جدا، مع دفع رسوم 25 جنيه على كل صوبة زراعية، وإحنا هندله إزاي إن هو يمشي في الموضوع من بدايته. نجح الشباب هنا بقرية الجيزة بعزب القصر بمحافظة الوادي الجديد في زراعة تلك المحاصيل داخل الصوب الزراعية، والتي تحقق إنتاجية عالية وفق نظم الري الحديثة. من محافظة الوادي الجديد، أحمد سعيد، مصر الزراعية.